خرطوش ومش يتم. مين اللي بيضرب بخرطوش؟ في حالات الطالب محمد رضا السنة اللي فاتت قدام جامعة القاهرة ضرب بخرطوش، والدكتور جابر رغم جاد نصار تقرير الطب الشرعي أكد هو الدكتور جابر جاد نصار الداخلية لم تتورط في ضربي بالخرطوش، لكن أنت تستبق كل ده وتبقى أنت تنصب نفسك قاضيا. لا أنا ما نصبتش نفسي قاضيا، هو الدكتور جابر جاد نصار وأول من أعلن إن الداخلية هي اللي قتلت محمد رضا. وبغض النظر عن مين قتل محمد رضا، هو مين السبب أصلا في حدوث عنف جوه الجامعة؟ الداخلية؟ يعني لو بصينا لا الإخوان والداخلية، لا بالتأكيد الداخلية والإخوان، لأن احنا لو بصينا خريطة كل الجامعات لا بص لا تساوي بين القاتل ومن ينفذ القانون، لا تساوي بين الضحية والجلاد. لو بصينا هنا هنا لما تبقى في جماعات إرهابية تستخدم السلاح، يعني لا تنصب نفسك مدافعا عنك، لأنه ده مش موقف التيار الشعبي يعني على صحيح. فكرة لا اللي أقصده تحديدا يعني التيار الشعبي كان مواجها للإخوان، شايفك تعطي الزريعة للإخوان وتساوي لا بين القاتل والقتيل يعني. لا تحديدا اللي اقصده ان الدوائر اللي كان فيها عنف والجامعات اللي كان فيها عنف هي الجامعات اللي كانت الداخليه واقفه قدام ابوابها، انما بقيه الجامعات لا الداخليه تم الاستعانه بها، يعني في جامعات اشتهرت بالعنف لاسباب قديمه ومعروفه، يعني جامعات الزقازيق والمنصوره والقاهره وجامعه الازهر. والمنصوره كانت حاله واحده، تم استدعاء الداخليه لانك لما تمسك ملوتوف جوه الجامعه هتعمل ايه؟ هنا لازم يتم التعامل معاك قانونيا، لما تستخدم سلاح جوه الجامعه هتعمل ايه؟ في بقى اكتر من حل غير الحل الامني، يعني لما كنا بنقول وتضيع الجامعه، لا ما هو احنا دلوقتي مش في امن اداري موجود في الجامعه، الامن الاداري ده لو زاد عدد افراده وتسليحه واجهزه كشف معادن وبوابات الكترونيه، ما هو الامن الاداري موجود السنه دي على فكره موجود يعني بشكل ضعيف تم جدا لا ما تم تقويته والجامعات اللي تم تقويه الامن الاداري فيها هي اللي ما حصلش فيها عنف، يعني حلوان من اكبر الجامعات اللي موجود فيها طلاب اخوان مسلمين وما حصلش فيها ازمه خالص طول السنه، الفيوم جامعه كبيره جدا وموجوده ان هي من الاماكن المؤثره اللي فيها طلاب الاخوان وما حصلش فيها عنف، لان كان في امن اداري وتم اتحاد الطلبه و يا راجل ده بيدخلوا يضربوا الامن الاداري ويعتدوا عليهم، ده البنات بتوع الازهر اعتدوا على الامن الاداري، حرام عليك، لان الامن الاداري ضعيف ومفيش محمد أسلحة. حسن محمد موافق على كلام محمود؟ لا انا مختلف مع محمود في نقط كتير. بداية احنا لازم نفصل شوية ما بين فكرة العمل السياسي جوه الجامعة وبين العمل الحزبي جوه الجامعة، وكل تأكيد العمل الحزبي جوه الجامعة هو شيء مضر جدا للكل. العمل الحزبي جوه الجامعة أول ناس هتتضرر منه لو فتحت العمل الحزبي جوه الجامعة التيارات السياسية اللي قاعدة سواء تيار الشعب أو الدستور. لو فتحت العمل الحزبي جوه الجامعة هتدخل الأحزاب أصحاب رؤوس المال إن هم يدخلوا يصرفوا في الانتخابات وتبدأ الموضوع يكون مشاحنات حزبية، وبدل ما المبادرات والأسر بيجيبوا سبونسر يصرف عليها هيبدأ يجيب حزب يصرف عليه ويبقى بينزل بيترشح تحت اسمه، هيزود العملية الاستقطابية جوه الجامعة وده هيخلي مزيد من العنف ومزيد من عدم الاستقرار. تحت العمل الحزبي جوه الجامعه مزيدا من الانقسام مزيدا من العنف مزيدا من عدم الاستقرار داخل الجامعه، اصبح كمان الاختيار الانتخابي لاتحاد طلبه اللي انا بتكلم ان انا عايز اتحاد طلاب يكون قوي بيعد لي كوادر، اصبح الاختيار فيه مش ان انا بختار على اسس خدمه الطلاب داخل الجامعه، لا ده انا بختار على اسس مختلفه تماما مالهاش علاقه بالجامعه، بنتخب فلان عشان ده في التيار الشعبي عشان انا بحب حمدين صباحي، وبنتخب علان عشان ده في الدستور عشان انا بحب البرادعي، فاصبح الاختيارات ايديولوجيه واختيارات لا تمس للجامعه بحاجه، فاصبح اتحاد الطلاب لا يخدم الطلاب، اتحاد الطلاب بعيد كل البعد عن الطلاب. بختلف مع محمود برضه في نقطه تانية اللي هي المسؤول عن العنف جوه الجامعه، بكل تاكيد المسؤول عن العنف جوه الجامعه طلاب الاخوان المسلمين. احنا في اتحاد طلاب مصر وكنا اشتغلنا في حته العنف جوه الجامعه كتير، ويصادفني موقف يعني لازم انا احكيه، كنا مع وزير الداخليه في اجتماع في مكتبه وانا قلت له سياده اللواء الطلاب التشكيلات الامنيه بتاعتك اللي على سور جامعه القاهره بتستفز الطلبه فالطلبه بتخرج تشتبك معاها، من فضلك ابعد الامن عن الجامعه. قال لي بس كده، راح رفع سماعه التليفون وراح متصل بقائد الامن قال له انسحب لحد بدايه ميدان النهضه. اللي حصل تاني يوم ان طلاب الاخوان خرجوا ما تلاقوش الامن على السور، خرجوا لهم لميدان النهضه واشتبكوا معاهم في ميدان النهضه. المسؤول الاساسي عن العنف داخل الجامعه بنسبه 100% هم طلاب الاخوان المسلمين. الامن بيواجه، ولان الامن لو ما ضربش خرطوش يا محمود ولو ما ضربش غاز هيشتبك مع هيبقى انت كده بتقول للطلاب تعالوا نشتبك مع بعض وخناقه، هيموت ناس قد اللي ممكن واحد يقع بالخرطوش، هيموت لك 200 و300 واحد كل يوم في الاشتباكات ما بين الامن والطلاب. وغير كده كمان ان المواجهات الامنيه على الارض دي علم هما بيدرسوه ولابد في غاز دفع وما الى ذلك،
كل ده علم، مش انت اللي هتقول للداخليه واجه ازاي وما تواجهش ازاي. اما من المسؤول عن العنف داخل الجامعه هم طلاب الاخوان المسلمين. انا باكد ان طلاب الاخوان المسلمين عن تجربه وعن احنا اشتغلنا كتير في الموضوع ده، هم المسؤولين عن العنف، هم اللي بيجرفوا الطلبه ان هم تنجرف اليهم، هم اللي بيزايدوا باي طالب بيقع، هم اللي بيقيموا اي مظاهره اول لما بيبدا الضرب هم اول ناس بتنسحب عشان تسيب الطلبه تواجه الشرطه، هم طلاب الاخوان المسلمين. احنا في داخل الجامعه بنواجه عمليه فوضى وعمليه عنف ممنهج بتديره جماعه الاخوان المسلمين، وليس طلاب الاخوان المسلمين. طلاب الاخوان المسلمين بينفذوا على الارض، جماعه الاخوان المسلمين هي من تدير العنف الممنهج داخل الجامعه، واللي تلاقت منها فرصه وارض خصبه ان هي تدخلنا في ازمه سياسيه داخل الجامعه، وان هي تنال من استقرار الوطن اللي احنا في مس الحاجه للاستقرار. طيب هنا علاء، لو تم تطبيق القوانين بشده، يعني هنا جامعة عين شمس أيضا تأخذ موقفا، وجامعة القاهرة كانت أكثر وضوحا، ويبدو أن الجامعات كلها ستأخذ نفس الموقف. اللي هيقول لي إحنا طلاب حزب الدستور هيطبق عليك القانون على الفور، هتدخل جوه الجامعة وهتقول أنا إحنا طلاب حزب الدستور؟ طيب والله إحنا هنفضل شغالين يعني زي ما إحنا، يعني لأن أنا شايف أن القانون ده ظالم، لان انا كنت بس عايز يعني هوصل هرجع للنقطه دي، بس عايز اعلق على كلمه قالها الدكتور محمد ان الاحزاب ليس لها قاعده. لا، حزب زي حزب الدستور في قاعده شبابيه كبيره جدا، جزء كبير جدا من الشباب ده قاعده شبابيه. طب اكمل بس احمي الجامعه، ما تنجحوا يا اخي في الدوائر الانتخابيه، ما تدخل اكتسح الانتخابات، ما تنتشر في المحافظات كده وانجح في كل الدوائر الانتخابيه وخد مجلس الشعب، بس ما تخطفش الجامعه. حلو. دلوقتي زي ما قلت الحزب ده حزب الدستور ده في شباب كتير جدا، جزء كبير من الشباب دي تبقى في سنها سن الجامعه دلوقتي. فهو اي حزب المفروض ان هو بيخلق كوادر بعد كده تمسك تترشح بقى في مجلس شعب، في محليات، في رئاسه. فالكوادر دي عشان تخلقها عشان تدربها لازم تتدرب من مرحله الجامعه. ده شيء موجود ومن تاريخ، من ايام مثلا أيام حزب الوفد كان ليه مثلا طلاب مصر الفتاة، الأحرار الدستوريين، وأندية الفكر الناصري. في كل في دول في فارق يعني في مراحل معينة تواجه استعمارا، فإنه تنشأ حركات طلابية حتى هنا العمل يصبح وطنيا وليس حزبيا. في حالة مثلا عايز تعلق في أنا بقول يعني أنت عايز تدخل الجامعة عشان نعمل تدريب للشباب ونخرج قيادات، أمال الأحزاب بتعمل إيه؟ ما الأحزاب هي اللي تعمل لكم تدريب وتسقل هذه المواهب الشابة، لكن ده كله على حساب. احنا دلوقتي نسينا تماما ان في جامعة لها مسؤولياتها ولا اهدافها. الجامعة ليست مطالبة انها تخرج ابطال وثوار، لا، جامعة طالبة انها تخرج عقول تستطيع ان تنهض بهذا البلد. مظبوط. فاحنا بعدنا تماما عن الهدف، واكيد يا حبيبي ان في حاجة على حساب حاجة، ما تقدرش تقول ان احنا هنمشي ونقدر نحقق الهدفين بنفس الجودة. لو تطرقنا ان احنا عايزين نجود في العمليه التعليميه يبقى ده على حساب ان العمليه الحزبيه تتضاءل جدا او تنتهي جوه الجامعه. يعني هنا علاء انت ليه بتقول انه لا الناس تتدرب جوه الجامعه وتضيع الجامعات؟ لانه الاحزاب الثانيه هتعمل زيك وهنتطاحن، لانه انت عارف ان في احزاب بترفض هتافاتك وضدها، هتطحنه جوه الجامعه وتضيع الجامعه. طيب العمل الوطني لا خلاف عليه، العمل الوطني يعني يمكن انك تعمل ندوه عن انك الاعتداءات الاسرائيليه زي ما قلت، حتى تعمل ندوه عن الحياه السياسيه وحقوق الانسان، ما حدش هيقول لك حاجه، انما ترفع شعارات حزبيه. القضايا التي تجمع والقضايا الوطنيه لا خلاف عليها. مظبوط. بس يعني في موضوع مثلا اللي هو العمل الهتاف زي يسقط حكم العسكر او اي هتاف ايا كان، سواء طلاب قالوا ليهم توجه سياسي او ما لهمش توجه سياسي، كده هتحصل مشاحنات بسبب تدخل الامن. فانا ده برضو لا مش شايفه. هو ما هو تدخل بسبب الطلبه ادخل الجامعه وقول يسقط حكم العسكر، ما انت عارف ايه اللي بيحصل. اللي ضد هذا الهتاف واللي بتاخذه الحميه، وهي حميه وطنيه من اجل القوات المسلحه وعدم اهانتها بهذا الشكل، شوف ايه اللي ممكن هندخل بقى في تطاحن. يعني ما هو برضه بقول لحضرتك التطاحن ده ما حصلش او ما حصلش بشكل كبير.
معظم التطاحن السنه اللي فاتت كل المشاكل بسبب مظاهرات ضد الانقلاب وبعضكم انضم الى الاخوان في هتافاتهم يسقط حكم العسكر داخل الجامعه. ده برضه بعيد نفس كده. الهتاف ده هتاف موحد، يعني احنا حتى نفس الهتاف، مع ان نفس الهتاف احنا بنهتفه وهم بيهتفوه، بس احنا بنهتفه لسبب وهم بيهتفوه لسبب تاني. مش هنتكلم على الاسباب، الاسباب معروفه الناس كلها عارفاها، لكن كون ان الطالب طب واللي ضد هذا الهتاف وانت هتفته فقام داخل عليك روسيه في دماغك وواحد تاني او انت داخل عليه بوكس في وشه سالت دماؤكما معا، نعمل ايه؟ طب وليه يدخل الجامعه كده؟ لا ليه يدخل اصلا بالروسيه؟ يعني ما انا هتفت هتاف يطلع هو يطلع مظاهره يعمل هتاف ساحه للصراعات الحزبيه. لا مش كده، انا حضرتك انا بتكلم على الاحزاب لازم تطلع كوادر، لازم تطلعها من الجامعه، لان الطالب في الجامعه مرحله الجامعه دي بتبقى مرحله انتقاليه زي المرحله الانتقاليه من المدرسه من الكتاب اللي هو طالب ما نظام الثانويه العقيم بتاعنا ده للشغل بقى مرحله الشغل بعد كده. فمرحله الجامعه دي بتبقى مرحله انتقاليه، الطالب بيتعرف فيها على حاجات اكتر، بيصادف توجهات كتير، بيصادف ناس كتير، فهو المرحله دي هي احسن مرحله ان انت تعد فيها طالب ان يكون كادر سياسي لو هو عايز. وطبعا ما ننساش ان معظم المظاهرات كانت بتخرج من الجامعات كادر سياسي مش كادر حزبي، كادر سياسي او اخلع رداء الحزبيه واعمل اللي انت عايزه. يعني احنا صحنا كنا في الجامعات تمام في وقت من الاوقات داخل الجامعات كنت نصريا، ما كنتش برفع شعارات النصر هنا في القضايا الوطنيه بتتوحد بيبقى جنبك الوفدي اللي ضدك وما بتتطحنوش، لانه لا هو بيتكلم كطالب وفدي ولا انت بتتكلم كطالب نصيري. ايوه بس التوجه النصيري مثلا كان مختلف عن توجه العام للدوله، وده شيء عادي. يعني توجه أندية الفكر الناصري ايام السادات توجهها غير توجه انور السادات، ده شيء طبيعي، ده نفس اللي بيحصل دلوقتي. احنا في ناس توجهها غير توجه النظام الحالي، مختلفه معاه زي ما اي حد بيختلف مع اي نظام. فزي ما قلت الكون ان انت عشان الحزب يعد كوادر لازم يعدها في مرحله الشباب. موضوع الانتخابات، ليه الاحزاب ما بتكسبش في الانتخابات؟ المشكله بتبقى مشكله تمويل، دي يعني المشكله الرئيسيه، مشكله تمويل. الاحزاب دلوقتي اللي معاه فلوس هو اللي بيدخل من الاخر. ليه انت مش قادر على استقطاب الناس واقناع الناس بافكارك؟ هي كل الناس تشترى بالفلوس؟ لا بس انت مش هتقعد تقنع بمجموعه افكار، لازم يكون عندك موارد تانية. فهو فده اللي بيخليك تقول لك ايه لما ادخل اخطف ساحه زي الجامعه دي وتشتعل النار في الجامعه ما يهمنيش، اكتب على الاسوار يسقط حكم العسكر ما يهمنيش، احطم البوابات والزجاج ما يهمنيش. لا احنا ضد طبعا اتلاف المنشآت العامه والكلام ده، بس مع حريه حق التظاهر جوه الجامعه بشرط ان هو ما يخالفش طبعا، يعني ما يتجاوزش القانون. تظاهر جوه الجامعه عادي، ناس بتهتف بتمشي حوالين الجامعه، خلاص خلص الموضوع. لكن المشكله ان الشرطه بتستخدم المظاهرات دي ذريعه عشان تدخل، ونفس الحكايه طبعا. يعني الشرطه هي اللي بتستخدم ميلوتوف لا عشان تدخل؟ ما هي بتدخل اول ما يتم استدعائها من رئيس الجامعه، واوقات بتدخل من غير ما يكون في اصلا حاجه حصل جامده جوه الجامعه، وده حصل عندنا كتير في عين شمس. ده اذا ده الشرطه نفسها بتقول ابعدوه احنا مش عايزين. اتفضل. الجامعه مش جزيره في منعزله عن الدوله، الجامعه هي تابعه للدوله. طبيعي لما حد يخرب منشاه تابعه للدوله او ان يكون في اعمال عنف او تعدي على حقوق الاخرين غصبا عن رئيس الجامعه ممكن الشرطه تدخل بدون بابلاغ ان في حد جوه. اللي بيضطر الشرطه انها تدخل العنف اللي داخل جوه الجامعه وما الى ذلك. اما بالنسبه لعوده الحرس الجامعي فاحنا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده كتير ولدينا تاكيدات من وزاره الداخليه انه لا عوده للحرس الجامعي، هم نفسهم مش عايزين يرجعوا لان احنا عندهم اعباء بما يكفي، وده يمكن اتكلمنا فيه اكتر من مره لما عملنا مؤتمر صحفي واعلنا فيه كاتحاد طلاب مصر احنا بنرفض عوده الحرس الجامعي لان عوده الحرس الجامعي معناه مزيد من المشاحنات وما الى ذلك. كان دايما اول لما خلصنا المؤتمر كانت التليفونات جايه من وزاره الداخليه احنا لن نعود، وده تاكيد نهائي، وفعلا هم صدقوا في دوت وان هم رفضوا العوده اعاده الحرس الجامعي تاني ورفضوا ان هم يعودوا وقالوا ان احنا في الحرس الداخلي او الامن الداخلي. اما بالنسبه للنقطه اللي هو اتكلم فيها في الاول عن اعداد الكوادر، بكل تاكيد هي الجامعه هي المسؤوله عن اعداد الكادر السياسي،
ده شيء لا نختلف عليه. اما هل ده ياتي عن طريق ان احنا نقسم الجامعه لكيانات حزبيه ونبدا ان احنا نتناحر ونعمل عمليه استقطابيه داخل الجامعه؟ هذا الكلام غير مظبوط. اعداد الكادر السياسي ياتي من خلال اعطاء مزيد من الحقوق ومزيد من الحريات داخل تنظيمات الاتحادات الطلابيه، في ان انا ادي الاتحاد صلاحيات وادي الاتحاد مزيد من الاهميه ووسع مساحه المشاركه للنشاط الطلابي داخل الجامعه، واتحاد طلابي قوي يقدر انه يمثل الطلاب بشكل حقيقي، واتحاد طلابي مسؤول بياتي بانتخاب حقيقي موسع، ده هيخرج لي كادر سياسي. يمكن اتحاد طلاب مصر الحالي اللي هو الاتحاد اللي خرج بانتخابات كانت حره، يمكن اكتر انتخابات كانت حره من يجي 30 سنه من ايام السادات، الاتحاد ده خرج منه كيانات شبابيه زي اللي انا فيها شباب مصري، وكان قبلنا حزب المستقبل الوطني وما وخلافه، كل دي خرجت من اتحاد طلابي منتخب. طيب خليني اخد على الهاتف حسام بكر عضو حركه مقاومه طلابيه. اسام استاذ اسام اهلا بيك. استاذ اسام سامعني؟ طيب لغايه ما نجيبه تاني. دكتور اسلام سعده مدرس مساعد بكليه الطب جامعه المنصوره. دكتور اسلام اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل، تحياتي لكل الضيوف. اهلا بيك دكتور اسلام. هنا العمل الحزبي داخل الجامعه، هل هو بوابه لاختطاف الجامعات واشعال العنف داخل الجامعات؟ خلينا نبدا من الاول كده، ايه هدف الجامعه؟ او احنا الجامعه في مصر دي مؤسسه بتعمل ايه؟ الجامعه في مصر مؤسسه بتستثمر اموال وعقول عشان تطلع لي منتج، المنتج ده خريج يقدر يعمل لي حاجه في المجتمع. انا دلوقتي مش محتاج كوادر سياسيه قد ما انا محتاج كوادر علميه، كوادر ثقافيه تقوم البلد. السياسه هتيجي وقت ما بعد التعليم الجامعي. ممكن نعدها بندوات زي ما حضرتك قلت او اي حاجه، لكن انا اقعد في الجامعه يبقى هدفي الرئيسي هو السياسه؟ لا ما ينفعش. فين المنتج الاساسي اللي الجامعه عايزه تطلعه؟ انا المفروض الطالب دون جاي الجامعه هدفه الرئيسي انه يتعلم عشان يطلع كمنتج من منتجات يقدر يعمل لي حاجه للبلد بخلاف السياسه. العالم مش سياسه، الدوله مش سياسه. دوله فيها ابحاث، فيها علوم، فيها حاجات كتير جدا. انا محتاج المنتج ده. حضرتك فاهمني؟ يعني هنا العلم هو الهدف الاساسي يعني. العلم هو الهدف الاساسي، وده اللي بتستثمر الجامعه فيه عشان تطلع المنتج ده. منتج علمي، مش منتج سياسي. طيب، دكتور في جامعه المنصوره في العام القادم بعد ايام قليله بعد عيد الاضحى مباشره يعني ان شاء الله هل سيتم اتخاذ خطوات حاسمه وحازمه لمنع اختطاف الجامعات، خاصه ان جامعه المنصوره شهدت احداثا مؤسفه في العام الماضي؟ هو السنه اللي فاتت حصل عندنا مشاكل كثيره خاصه في كليه الطب، وحصل تكسير وعنف كثير جدا. مش هنتهم حد بالعنف، ولكن انا بقول ان الطلبه عامه كلهم اتجاه المظاهرات واتجاه العنف واتجاه الاستقطاب السياسي والاستقطاب الحزبي غير مقبول، لان ده بيضيع من وقته، بيضيع مجهوده، بيضيع مجهود الجامعه، وبيرجعنا لورا، ما بنطلعش يعني طلبه قادره على العمل في البلد. قارن بين الجامعات المصريه والجامعات الاجنبيه، الجامعه الاجنبيه الطالب رغم ان هو تعليم غير مجاني بره، والطالب بياخد يا اما طند يا اما بيبقى على حسابه الخاص. ما شفناش حد بيعمل مظاهرات، ما شفناش حد بيتجه لاتجاه سياسي. احنا عندنا رغم ان الطالب بيصرف عليه الدوله وعلى قد امكانياتها تقدر تصرف عليه، ولكن هو بيتجه برضه باتجاه سياسي ويهتم بحاجات غير العلم، فبيطلع في الاخر مش المطلوب ان هو او منتج غير كامل. وده بنشوفه ان كل معظم الشركات ومعظم المؤسسات ما بتجريش ورا خريج الجامعه الحكوميه، وبدات الجامعات الخاصه تنافس بقوه الجامعات الحكوميه، وممكن في يوم من الايام نبص نلاقي الجامعات الحكوميه دي بقت عامله زي شركات القطاع العام تمام، ما عادش لها البريق بتاعها، وتبدا الشركات الجامعات الخاصه هي اللي تاخد البريق. ده كله بسبب دكتور عدم اسلام تركيز. بتوجه لك بالشكر، الف شكر.
طيب هنا دكتور محمد خليني في فيما يتعلق ببعض الشباب هيقول انه لا العمل السياسي لا يختلف عن العمل الحزبي زي هنا ما بيقول علاء يعني سيختلطان وانه في النهايه ده شباب متحمس لو انا لم اغذي عنده هذه الحاله السياسيه الوطنيه يعني ربما ده يؤخر عملية الوعي السياسي داخل الجامعة التعليمات هيتم تنفيذها ازاي وهل ستتعاملون يعني هنا الدكتور جابر نصار كان معايا قال لي اي اسرة هتستخدم شعارات حزبية على طول هحلها يعني هل تعتقد بانه الا تتخوف من ان يؤدي ذلك الى منع العمل الوطني حتى داخل الجامعة؟ والله انا بشوف من خلال الاتحادات الطلاب داخل الجامعه ان في مشاريع كتيره يعني لو احنا الهدف هو ان هو العمل العام والعمل السياسي في حاجات كتيره ممكن تتعمل يعني هو السياسه والاقتصاد هما الاثنين حاجه واحده يعني النهارده انت لما تيجي تتعمل ندوه في مواضيع من المواضيع الهامه جدا لما تيجي تتكلم على المشاكل في البيئة المحيطة للجامعة يعني ممارسات الطلابية ممارسات كتير احنا نعرف القادة يعني ومش عايز اذكر اسماء كتير خرجوا من الجامعة وخرجوا من داخل من 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 رحم الاتحادات الطلابية الاتحادات الطلابية الجيدة اللي كان لها مردود والناس دلوقتي بتعرف رئيس اتحاد الطلاب اكتر ما بتعرف اي واحد يعني لو لما يمشي رئيس اتحاد الطلاب في جامعة القاهرة كده الناس بتعرفه غير واكتر ما بتعرف الاساتذه بتاعت جامعة القاهرة اصبح دلوقتي شخص معروف ومعروف المردود بتاعه للجامعة وللعمل احنا بنتفق ان في اهداف نحققها الاهداف اللي احنا نحققها مش ضروري ان احنا نحققها من خلال الرداء الحزبي فلنخلع الرداء الحزبي كل منا احنا كلنا قاعدين على الطاوله دي كلنا الخمسه كل واحد له اتجاه نخلع هذا الرداء ونعمل في خلال وإلا احنا هندخل نتطاحن في الجامعه بالتاكيد هنتطاحن وبعدين هنبص لي باقل الاسباب هنقول ان احنا عندنا ظهير حزبي لهذا وهنتهم بعضنا ونكل الاتهامات ونفسد العام الدراسي كما افسدنا جزء من العام الدراسي الماضي فاعتقد ان احنا طيب جامعة يجب انها تتعامل بشيء من الجدية فيها